الممثل الشهير الحائز على الأوسكار كريستيان بيل بيحتفل بعيد ميلاده واللي ولد في ويلز، وبدأ طريقه إلى عالم النجومية والشهرة من طفولته، وكان طفل سعيد الحظ لأن أول أدواره كان بطولة فيلم Empire of the Sun للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وقتها ناس كتير توقعت أنه هيكون نجم. قال كريستيان في تصريحات لي أنه عمره ما رفض أي فيلم تعرض عليه. تفاصيل أكتر هنعرفها عنه في الفيديو ده، وكمان يا ترى هيحتفل مع مين بعيد ميلاده؟ يلا نشوف. يحتفل الممثل الحائز على الأوسكار كريستيان بيل بعيد ميلاده في 30 من يناير. ولد في ويلز وبدأ يشق طريقه إلى النجومية في طفولته، وحظي بالثناء على أدائه في فيلم ستيفن سبيلبرغ بعنوان Empire of the Sun، وفي فيلم Little Women عام 94. حصل بعد ذلك على عدد كبير من الأدوار التي حصلت على الثناء خلال السنوات بأفلام مثل Out of the Furnace, Exodus, Gods and Kings وAmerican Hustle. عام 2011 حصل بيل على جائزة الأوسكار عن أدائه في The Fighter، وبالطبع لعب دور باتمان طيلة 7 سنوات في ثلاثية كريستوفر نولان. المثير للاهتمام أنه مثل في أدوار متنوعة، لكنه يصر على أنه لا يقصد ذلك. I've never had a strategy, I've never had a plan. I just sort of, I'm quite myopic with that. I just, whatever's in front of me, does it interest me, do I remember it, and then okay, great, I'll do it. I don't compare or contrast to other films. I don't have a great knowledge of other films particularly. I just do what's in front of me and what interests me. سيحتفل كريستيان بعيد ميلاده مع زوجته عارضة الأزياء السابقة وخبيرة التجميل ساندرا بالزك، مع ابنتهما المولودة عام 2005 وابنهما الذي أنجبه العام الماضي. عيد ميلاد سعيدا كريستيان. لكل الناس اللي بتحب أفلام المتحولين، عندنا أخبار لكم كويسة، وهي إن الجزء الجديد من سلسلة إكس مان هيبدأ قريب، وهيكون فيه أسماء كتيرة جديدة انضمت للفريق القديم، ومنهم تاي شريدن واللي لعب دور سايكلوبس في طفولته، وسوفي تيرنر وهتلعب دور جين جراي. وباقي الأبطال الجداد هنعرف في التقرير اللي جاي ده دلوقتي. أنباء مشوقة لمحبي أفلام المتحولين، فجزء الأحداث من سلسلة إكس مان سيتضمن المزيد من الأسماء الكبيرة في طاقم العمل، فسيلعب تاي شريدن دور سايكلوبس في طفولته، في حين سوفي تيرنر ستلعب دور جين جراي، وألكساندرا شيب ستلعب دور ستورم. جيمس ماردسون الذي لعب دور سايكلوبس في الفيلم الأصلي قال أن شريدن خيار مثالي للدور، وذكر أنه لم يرى شابا في مثل سنه يتمتع بنفس الحضور والقوة. تلقى شيريدن الكثير من الثناء مؤخراً لأدائه في The Tree of Life مع براد بيت، وجو مع نيكولاس كيج، ومود مع ماثيو ماكونهي. من المفترض أن يصدر فيلم X-Men Apocalypse العام المقبل، وسيلعب أوسكار آيزك دور الشرير، وبالطبع سنرحب بعودة نجوم السلسلة جيمس ماكافوي، مايكل فاسبندر، نيكولاس هولت وجينيفر لورنس. الوجه الهوليوودي الجديد مارغريت روبي وأثارت مؤخراً الشائعات من حولها، خاصة اللي ليها علاقة بحياتها العاطفية، وتشافت مؤخراً مع ألكساندر سكارسغارد والاتنين اتقابلوا في مهرجان ساندانس السينمائي. يا ترى هي إيه القصة؟ قصة حب جديدة ولا إيه؟ ولا مجرد صداقة؟ تعالوا نعرف تفاصيل أكتر نشوفها مع بعض. الوجه الهوليوودي الجديد مارغو روبي لم تثر الشائعات حيال حياتها العاطفية فقط، بل الكثير من الغيرة أيضاً، فقد شهدت تقابل ألكساندر سكارسغارد مؤخراً. الثنائي الممثلان كانا يحضران مهرجان ساندانس السينمائي، حيث شهدا في حفلة، وذكر الشهود أن كل منهما جاء على حدة، لكنهما غادرا معاً في مجموعة كبيرة. مصادر أخرى تزعم أن ألكساندر طلب التحدث إليها على الباب، لكنه سرعان ما دخل للاحتفال مع الجميلة الأسترالية. شهدا لاحقاً في حفلة أخرى يجلس كل منهما قرب الآخر، وزعم حاضر آخرون أن الحميمية بدت واضحة عليهما حتى أنهما تبادلا القبل. هل هذه دلالة على علاقة جديدة في هوليوود؟ علينا أن نصبر لمعرفة.